شاء الله تبارك الرحمن، حوية نمار من حضارات الشفر. محمد مساكم الله بالخير. ياسر الصاعد احييكم من وادي حوية نمار حضرات الشفر، وهذا السيول زي ما تشوفون قدامكم ما شاء الله تبارك الرحمن. الدلة هنا على كيف كيف في الوادي ما شاء الله. كان جلسة هنا، الله 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 الله، يا سلام، وأحلى دلة هنا، الدنيا والله ربيع ما شاء الله. هدي الصوت عشان أسمع صوت خبير مني. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا السيل الثاني في وادي حوية نمار، تو واصل الآن الساعة 5 نمار. ما شاء الله الكريم، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، تصوير ياسر الصاعد. لميت عفشي وما قمت إلا السيل الثاني تو وصل، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ما شاء الله الكريم، وهذا السيل الثاني تو يضرب يدخل الوادي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، وادي حوية نمار الآن، وهذا السيل الثاني ما شاء الله الكريم تو يدخل الوادي. تصوير ياسر الصاعد، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا شوفوا السيل، ما شاء الله تبارك الرحمن. حوية نمار الآن في نفس الوادي، وهذا السيل الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. تصوير ياسر الصاعد، ما شاء الله تبارك الرحمن. وادي حوية نمار، سيل وخلف سيل زي ما تشوفون قدامكم ما شاء الله الكريم. هذا تو جاي طازة، تو داخل الوادي ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا السيل في وادي حوية نمار، هذا السيل الثاني اللي يدخل الوادي، السيل داخل الوادي عرض الآن وطول ما شاء الله الكريم. شوفت عينكم، تصوير ياسر الصاعد، ما شاء الله تبارك الله. الدنيا ربيع والسيول تضرب في الوادي ما شاء الله الكريم. شوف المنظر، منظر السيول كيف، صار السيل ما ودي يروح عنه. هذا السيل الحين اطلع يسار، نطلع من هنا يسار على الكوبري عجوم ان شاء الله. والله هذا رهيب الوادي، مره رهيب. من الدوار اللي يوديك على الشفا ويدخلك هنا في وادي حوية نمار، هذه السيول اللي تضرب داخل الوادي. هذا ثاني سيل يجي، السيل الأول نازل من العقبة من هناك، والسيل الثاني نازل من هذا الوادي، وادي حوية نمار. هذه سيول عقبة المحمدية ما شاء الله تبارك الرحمن، نازلة من حضرات الشفا ونازلة في هذا الوادي، وادي حوية نمار.